شايفين الكيكة التحفة الخطيرة اللي غرقانة صوصات دي؟ دي كيكة شوكولاتة يا جماعة، بس غير وصفتنا النهاردة هي وصفة كلنا بندوب فيها وبنحبها. بتقلي اكتر نوع كيكة بيطلب هي كيكة الشوكولاتة، او معظم الناس بتحب كيكة الشوكولاتة. النهاردة هعملها لكم بس بشكل بقى كده، عارفين الشوكولاتة سايحة من كل حتة وبتدوب حرفيا في البق، ولا اجدعها كافيه. مش هنعمل بقى قطع قد كده وندفع مبلغ كبير، لا خالص، بتمن القطعة دي هعمل لكم كيكة كاملة، وعايزة اقول لكم ان كل اللي هيدوقها هيتهبل عليها. كيكة بالشوكولاتة وصوص شوكولاتة وحاجة كده اخر جنيه. ما تيجوا نشوف هنعملها ازاي. هقول لكم المقادير بقى واحنا شغالين كده. هحتاج 3 بيضات وعليهم معلقة كبيرة من الفانيليا السايلة، وعايزة اقول لكم الفانيليا السايلة بتخلي الكيك بتاعتك خطيرة، بتقلب ريحة البيت من جمالها. هضربهم بقى كويس جدا جدا لحد ما انا عايزه البيض بتاعي يعني كميته تتضاعف كده، كل ما بضرب في البيض اكتر كل ما الزفاره تروح. الخطوه دي اللي هي فيها السوائل نقدر نستخدم فيها سواء المضرب او الخلاط. هزود بقى على البيض بعد ما زي ما قلت لكم كده قوامه اتغير معايا، هزود عليه كوبايه من السكر او كوبايه الا ربع على حسب ما احنا بنحب. بصوا شكل القوام بتاع البيض والسكر مع بعض بيبقى زي كريمه بالظبط. هفضل اضرب فيه لحد ما اوصل للقوام ده. عندي بعد كده كوبايه الا ربع من زيت الذره. احسن حاجه بصراحه للكيكات بيخليها هشه جدا وفلافي كده هو الزيت الذره. ممكن نخلط بين السمنه والزيت زي ما احنا حابين. هحط كوبايه الا ربع من الزيت، وعندي كمان كوبايه من اللبن الحليب. في المرحله دي بقى هضرب على اقل سرعه علشان خاطر طبعا السوائل دي ما تطرطش وتبهدل الدنيا. مواد الجافة عندي بقى كوبايتين من الدقيق وعليهم نص كوباية من الكاكاو الخام، وعندي معلقة كبيرة من البيكنج باودر. وأقلبهم بقى كده مع بعض، أقلب المكونات دي كلها مع بعض لحد ما الدقيق والكاكاو يبقوا حاجة واحدة. هزود بقى كده كمية الدقيق والكاكاو دي على مرتين بحيث انها ما تكلكعش معايا، يعني احط نص الكمية واضرب وبعدين هزود الباقي. كده خلاص القوام بقى مظبوط. تعالوا بقى نحطه في القالب بتاعه. هدي بقى دهنة بسيطة كده خالص من الزيت، مش هعفرها بالدقيق لان البايركس مش هيلزق فيه، وفي نفس الوقت عشان خاطر ما يغير ليش الشكل واللون الحلو بتاع الشوكولاته ده. مهم جدا نمسح الجوانب كويس قوي. هنزل بالخليط بتاعي بقى في البايركس. اول ما نبدا نشتغل في الكيك لازم نشغل الفرن على درجه حراره 200، واول ما نيجي ندخل الطاجن الحلو ده هنقلل درجه الحراره 180. بتقعد في الفرن تقريبا من نص ساعه ل 40 دقيقه بكتير. تعالوا بقى نحضر الصوص الجبار اللي هنسقي بيه الكيكه دي. هحتاج كوبايه من اللبن، هحط نص كوبايه من السكر، ما ننساش ان احنا حاطين كوبايه او كوبايه الا ربع في الكيكه، وهدوبها كويس جدا مع معلقتين من الكاكاو الخام. هنزل بمكعبين تقريبا من الزبده، بيديني لمعه حلوه جدا وبيطعم لي قوي الصوص ده. مهم قوي ان انا ادوب المكونات مع بعض كويس جدا واخلي اللبن يغلي مع صوص الكاكاو لان ده بيغني لي اللون جدا. تعالوا بقى نعمل جنش كده حلو كده اللي هو شوكولاته سبريد كده على وش الكيكه، خطيره. عايز اقول لكم ان الخطوه دي ممكن تعملوها، تستغنوا عن النار وتحطوا كل المكونات دي على بعض وتحطها في الميكرويف. عندي تقريبا 150 جرام من الشوكولاته الخام او اللي بحليب زي ما احنا حابين، وعليها تقريبا 100 جرام من القشطه، 50 جرام من الزبده او مكعبين كبار، وهدوب بقى كل ده على نار هاديه خالص. بصوا الجنش بتاعي لونه غامق علشان انا مستخدمه شوكولاته دارك، لكن لو انا عايزاها فاتحه شويه او لونها زي الشوكولاته السبريد اللي احنا بنحبها كلنا يبقى هنجيب شوكولاته بالحليب. شايفين الحلاوه؟ بصوا عليت ازاي الكيكه واخده حقها جدا في البيكنج باودر ومظبوطه جدا جدا. المقادير دي حلوه قوي تطلع معاكي كيكه شوكولاته كده، بس احنا لسه هندلعها بقى كده شويه ونحط عليها الصوص والجرنش. قبل بقى مرحله ان انا اسقيها بالصوص لازم اعمل لها كده ايه فتحات بسكينه رفيعه او بشوكه علشان خاطر تشرب الصوص اللي احنا عملناه. هنزل دلوقتي بقى بصوص التسقيه. الكيكه بتكون دافيه والصوص بيبقى يعني درجه حرارته اعلى منها شويه، مايل ان هو يكون سخن، وهسيبها لحد ما الكيكه تتشرب الصوص كله. هنزل بقى بالجنش او صوص الشوكولاته. زي ما قلت لكم حابين اللون يبقى افتح شويه استخدموا الشوكولاته اللي هي بالحليب، وندلعها كده بفراولايه في النص تكسر لي اللون الغامق الجميل القمر ده. تعالوا بقى نغرف حته كده صغننه وندوق، يعني هوريكم بس من جوه بيبقى شكلها عامل ازاي. بصوا غرقانه 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 صوص. اوه تعالى شوف الجمال، شوف الحلاوه، تعالوا ندوق يا جماعه. بصوا دايبه 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 وشاربه شوكولاته ايه لحد ما قالت يا بس. خطيرة خطيرة.
كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.